حاجه يعني. لحظه سمحت، علاش تضحك انيس بوغطاس في القسوه تي؟ علاش تضحك انيس بوغطاس؟ اعترف. عشو عشو عشو. يعني قبل وقت اللي جاء السيد نبيل عمار كان تم عدد لا باس به من الموظفين سامي الموظفين في وزارة الخارجية اللي تجاوزوا السن القانوني اللي تم إرجاعهم فيه بعد ما خرجوا للتقاعد، وهذوما الناس كانوا هم صحاب الوزراء السابقين والناس اللي كل واحد حب يرجع الجماعة اللي خدمته معه التشكيلة متاعه. هذا يخلق زوز أزمات في الوزارة. الأزمة الأولى أنه الناس اللي كانت خاطر تعرف اللي يدخل في الوظيفة العمومية عنده أحلام، خاصة في وزارة الخارجية، أنه يتقعد يشارك في المناظرات، يطلع يوصل في يعني في سفير لمرة أو مرتين، هذا بالنسبة ليهم يبدأ عنده الكفاءة اللازمة. بالتأكيد هم موظفين وزارة الخارجية عددهم قليل وهم كلهم مروا في اختبارات صعيبة، يعني باش توصل في وزارة الخارجية ليس بالأمر السهل. يجيب لك يرجع عدد كبير من الدبلوماسيين السابقين المتقاعدين، يشدوا الإدارات، بمعنى أنه وقت تشدت الإدارة السيد اللي كان عنده أمل وكان يخدم باش يوصل فيما بعد يتقدم في مجال العمل، وهذا حق إنساني، يجدوا رواحهم كلهم يديهم مربطة وناس قاعدة راجعة تعدي في وقيت على خاطر الرجع بعد الروتريت وعاركوا معروك على شنو؟ بلاستي في الباركينج واطلع للوزير اشكي راه فكلك بلاستي بالباركينج. وذا اللي يسمع اللي يخدموا في الخارجيه يفهموا مليح الكلام اللي قاعده نقول فيه. صحيح. وبالتالي صارت الحكايه هذيك. الحاجه الثانيه على بلاصه في الباركينج. الحاجه الثانيه هي انه تم اهمال يعني الاهتمام او الاصلاح واللي داخل مقر الوزارة، يعني فما حاجات داخل الوزارة تحتاج إلى إصلاح. تبارك الله تعملت وزارة كبيرة، يعني أنا نتصور حجم الوزارة كان أكبر من واقع من حجم اللي تحتاج. حجم البناية حجم البناية وحتى حجم الوزارة في حد ذاتها، من الضرب اللي كليته والتعينات اللي كليته والوزارة اللي صار فيها تصريح فظيع متاع جثة في حالة وفاة والقينا جثث في حالة وفاة، ومن وقتها وانت جاي شو اللي صار في وزارة الخارجية. إذا سمحت راهو الدكتور رفيق عبد السلام بوشليكا هو من أعظم ما أنجبت كلية الحقوق والعلوم السياسية في أسفي في المغرب. لا ما تجبرش على المغرب، المغرب نتاع المرجوق. خليونا شوي وقت نمشيو لها المغرب. أنيس بوغطاس اليوم في علاقة بالشغورات.